شوف اللعيب كيف. يلا يا احمد يلا عم علوش في المكان كله يتخبى وينام. عم سكر بطل الشيت. وحوش كابتن علوش الميدان. كابتن هيثم ايش شعورك وانت بتتدرب كوره مع قصار القامه؟ والله شوف شعور لا يوصف. يعني اول شيء الحمد لله انه الواحد لياقته محافظ عليها، جسمه محافظ عليها، ودائما بنفكر انه احنا بدنا نعمل شيء. اسود في الميدان حنعمل شيء. اسود سطلانه سطلانه وحوش. كابتن سيد شعورك وانت في الملعب تتدرب كوره؟ شعور رائع. احلى شيء اكون مع اصدقائي واحبائي واكون في الملعب كان رجل واحد. كنا رجل واحد. وحوش كابتن صلاح شعورك وانت بتتدرب كوره مع شباب والله شعور مثلك حلو. احبابك اصدقائك شعور حلو جميل ومعنا مع فريقنا. احنا ومعك يا علوش وحش، وبدنا ان شاء الله نجيب البطوله وين ما كنا ان شاء الله. ان شاء الله شباب غزه وين ما رحنا. وحوش الميدان. كابتن سعد شعورك في التدريبات؟ انا شايفك اليوم مرهق مع الشوب ولا مع التعب؟ لا مع الشوب. مع الشوب حبيبي. كابتن احمد عوض شعورك؟ كابتن استنى شويه خد نزل من المدرب، اعطينا شعورك وانت بتدرب كوره مع قصار القامه اصدقائك في الحياه. مع كل الحب لهم. وحش يعني حاب تجيب البطوله ان شاء الله؟ انا متوقع يكون بطل فلسطين ان شاء الله احمد عوض اذا سمع كلام الكابتن. لكن معانا رجل الاراضي السمسار يقدم ولا يرجع. ايش فيه؟ كابتن احمد تفضل اعطينا شعورك وانت داخل تمارين في كرة القدم قصار القامة. شعور جميل، شعور في ارتياح وحش، شعور في روح رياضية وحش. احنا نستمر عشان نوصل للهدف تبعنا وقول يا الله. الله معانا حبايب قلبي الحلوين اللي دايما بعدين اللي دايما منورين. ما فيش كلام طول واحنا في الميدان. ليش؟ لانه شعورنا نار نار نار، وان شاء الله نكون حسن ظنكم. شوفونا في الملاعب للامانه. ارفع ايدك ارفع ايدك. كابتن احمد طبعا شعور لا يوصف، هو قاعد بتمنى انه ثاني مره يكون يتدرب ويكون في جمهور، لكن للاسف ما فيش ولا حدا في الجمهور. مدرب بيلعب معانا يقول بيلعب اولاده. اسمعني وحش اليوم في الجمهور. في جمهور ان شاء الله ان شاء الله. والامل باذن الله يا عم. احلى شيء فيه الطاقه الطاقه الطاقه. تدريبات كانت كثير حلوه كثير مكثفه للامانه. العضلات الاوتار اللي العظم كل إيش عندنا تفكفكنا يا كبير. وهنا تقسمنا رح نلعب إن شاء الله كرة قدم، تمارين تمريرات لبعض، وإن شاء الله نكون حسن ظنك.